السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، نستهلها بأبرز العناوين. إعفاء الكوادر الطبية الذين لم يتمكنوا من تجديد تراخيصهم من أي غرامات مالية. محافظ الجنوبية يلتقي الأهالي يبحث احتياجاتهم الخدمية في منطقة الرفاع. والإدارة العامة للمرور تنفذ عدة حملات مرورية وتكرم السواق الملتزمين على الطريق. أهلا بكم إلى التفاصيل. السادسة، أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بإعفاء الكوادر الطبية الذين يعملون بالخطوط الأمامية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والذين لم يتمكنوا من تجديد تراخيصهم منذ فبراير 2020 من أي غرامات أو متأخرات مالية أو مخالفات لتجديد تراخيصهم، وأن لا يترتب عليهم أي إجراءات في هذا الشأن. ويأتي أمر سموه تقديرا للجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية وعطاءاتهم النبيلة في مكافحة فيروس كورونا بما يكفل سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وتجسيدا لما يوليه سموه من اهتمام بمتابعة احتياجات مختلف الشرائح والفئات بالمجتمع. في إطار تعزيز التواصل الدائم بين المحافظة والأهالي، التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية عبر تقنية الاتصال المرئي في المجلس الافتراضي عدد من أهالي منطقة الرفاع الغربي بحضور عدد من المسؤولين من المحافظة، وسمع سموه لمقترحات الأهالي واحتياجاتهم الخدمية والتنموية والأمنية في منطقة الرفاع من خلال المشاريع التي تمضي بها المحافظة كمشروع منتزه وعين الحنينية ومشروع عين أم غويفة، وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة وانطلاقا من حرص المحافظة في إبراز دور المجلس الافتراضي وقنوات المحافظة الإلكترونية واستثمارها كحلقة وصل لرصد ومتابعة تنفيذ مختلف المقترحات الواردة مع الجهات المعنية. هذا وعقدت المحافظة الشمالية اجتماع المجلس التنسيقي الرابع عبر الاتصال المرئي برئاسة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور وبحضور نائب المحافظ وأعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية والأهالي وعدد من المسؤولين بالمحافظة، حيث اطلع المجلس على الإجراءات والخطوات التي اتخذتها المحافظة من خلال فريق العمل المكلف لحصر السكن الجماعي المشترك، كما تم بحث سبل تعزيز دعم عمل الفريق الميداني عبر توفير المعلومات المتعلقة بملاك العقارات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية التي تضمن تحقيق التباعد الاجتماعي وخاصة في المساكن المكتظة. أقامت الأمانة العامة لمجلس الشورى محاضرة إلكترونية لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى باستخدام أنظمة الاتصال المرئي حول مهارات الإقناع الجماهيري، والتي تأتي ضمن سلسلة برامج تقيمها الأمانة العامة تفعيلا لخطة الدعم البرلماني لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، والتي تسعى من خلالها إلى توفير الدعم اللازم في عدة مجالات للأعضاء خلال اطلاعهم بعملهم التشريعي. قدم المحاضرة الإلكترونية الأستاذ ماجد الغامدي المستشار العالمي في جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرض خلالها ما الأساليب لصناعة الفكر الذكي والمهارات النفسية التي تساعد الشخصية في اكتساب مهارة إقناعية للجماهير. كما أوضح الغامدي أثناء محاضرته أهم الحيل العالمية المستخدمة عالميا للوصول إلى إقناع الجماهير. تحدثنا في هذه الورشة، ورشة عمل مهارات الإقناع الجماهيري، عن العديد من المهارات. كيف تستطيع أن تقنع من أمامك المتلقين لرسالتك التي تبثها وتنشرها؟ تحدثنا عن 10 مهارات أساسية. مهارات الاتصال، مهارات البرهان الاجتماعي. ما هو البرهان الاجتماعي؟ عندما الناس يعني تستشهد بآراء الناس وأن المجتمع وأن أغلبهم يتحدث بهذا الشيء، هذا جزء من الإقناع، ولكن فيه تفاصيل كيف تستخدمها. يعني أخذنا وتحدثنا بإسهاب في هذا الموضوع.
الثالثة مستمرة وفيها بعد قليل. مديريات الشرطة في محافظة المملكة تواصل جهودها الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. أكد وكيل وزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال والشؤون البلدية والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد أبو الفتح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الخطط التي وضعتها من أجل الارتقاء بالقطاعين الزراعي والسمكي، فضلا عن مواصلة العمل على برامج تنسيقي مع الجهات ذات العلاقة في سعيها نحو تعظيم مساهمة القطاعين في الأمن الغذائي المستدام لمملكة البحرين. وأوضح أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية تعكف خلال هذه الفترة على التواصل والمتابعة ضمن الخطط الاستراتيجية لتنفيذ مشروعات خاصة بالقطاعين الزراعي والسمكي عبر فتح الشراكات مع القطاع الخاص. وعلى صعيد المحافظة على الثروة السمكية، أشار أبو الفتح إلى أن قطاع الاستزراع السمكي يشكل محورا مهما في جهود مملكة البحرين نحو تحقيق أمن غذائي مستدام. وانطلاقا من هذا الاهتمام، عمدت وكالة الزراعة والثروة البحرية على إطلاق مخطط استثماري لمشروعات في مجال الاستزراع السمكي عبر تخصيص عدد من الأراضي ضمن مخطط رأس حيان والمخصصة لمشاريع الاستزراع السمكية. أعلنت الإدارة العامة للمرور عن استمرار مبادرة شكراً بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك تحت شعار صيف آمن بلا حوادث، لتكريم سائق السيارات الملتزمين، وذلك عبر تنسيق عدة حملات ميدانية في شوارع مملكة البحرين. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في إطار الخطط والبرامج التي تنفذها الإدارة العامة للمرور لرفع مستوى الوعي المروري وتحت شعار صيف آمن بلا حوادث، أكد مدير إدارة الثقافة المرورية السيد صلاح محمد شهاب استمرار تنظيم مبادرة شكرا لتكريم السواق الملتزمين في مختلف شوارع المملكة. هذا وسيتم تنظيم حملات ميدانية في مختلف شوارع المملكة تتضمن فحص الإطارات والتأكد من سلامتها حفاظا على سلامة السائق والركاب، في خطوة توعوية لبيان أهمية الإطارات في المحافظة على سلامة المركبة وخاصة خلال فصل الصيف. الإدارة العامة للمرور انطلقت بحملة اللي هي في فصل الصيف ان نوعي الناس شنو الاشياء اللي لازم انهم يراعونها في فصل الصيف. شركة كبير للعالمية للإطارات اشتركت معنا في هذه الحملة، وفرت سيارتها الخاصة ان هي تكون موجودة معنا في موقع الحملة، والتأكد من إطارات السيارات، فإذا كان معنا شخص ملتزم وإطاراته قديمة تحتاج استبدال راح نبدلهم إياه في نفس الموقع. وخلال الحملة سيتم مكافأة السواق الملتزمين بالأنظمة والقواعد المرورية من خلال رصدهم في الحملات الميدانية، وذلك بتزويدهم بخدمة على الطريق مجانا لمدة عام، وبالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشاد حول كيفية التصرف في حال تعطل المركبة على الطريق لضمان عدم وقوع حوادث مرورية نتيجة التعامل الخاطئ مع الموقف. وأكدت الإدارة العامة للمرور بأنه سيتم توزيع قسائم لتركيب عوازل حرارية على السواق وتقديم شرح حول الفرق بين العازل الحراري وحاجب الرؤية وأهمية اختيار الأنواع الصحيحة وعدم الاعتماد على الحاجب قياسا باللون الداكن وإنما بدرجة عزله للحرارة، إذ لا بد من الالتزام بالنسبة المحددة والتي لا تزيد عن 30% للحفاظ على درجة رؤية واضحة خلال القيادة الليلية. هذا وتواصل مديريات الشرطة في محافظات المملكة دورها المستمر في تعزيز الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال حملات إنفاذ القانون التي تؤكد أهمية ارتداء الكمامات في المحلات التجارية والأماكن العامة، حيث تأتي هذه الجهود في إطار تأمين أقصى معدلات السلامة للجميع. أخذت وزارة الداخلية على عاتقها ممثلة في المديريات الأمنية توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لمواطني ومقيمي المملكة،
وفي هذا الإطار تستمر مديرية شرطة المحافظة الجنوبية في تطبيق حملات إنفاذ القانون للتأكد من تنفيذ القرارات الإلزامية الصادرة، حيث يعتبر لبس كمامة الوجه أحد أهم الإجراءات الاحترازية والوقائية لكبح انتشار فيروس كورونا. مديرية شرطة المحافظة الجنوبية ما زالت مستمرة بتنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ورصد المخالفين الغير ملتزمين بارتداء الكمام، اللي بلغ عدد المخالفات غير ملتزمين من بدء تطبيق القرار إلى يومنا هذا 1594 مخالف تم مخالفتهم، وأيضا تم توعيتهم بمخاطر عدم التزامهم بلبس الكمام ولبس الكمام بالطريقة الصحيحة. ونوصي جميع المواطنين والمقيمين أخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية وتنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات وأخذ مسافة الاحتياط في الأماكن المزدحمة مع لبس الكمام، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. عدم ارتدائك للكمام في الأماكن العامة والمحلات التجارية يعتبر مخالفة، ولبسك له وقاية لك وللجميع كل الموجودين في السوق ولا في أي مكان عام. بس عطني البطاقة الذكية راح تدخل مكان مغلق ويستعملها أكثر من شخص، فوقايتك وقاية الجميع والتزامك لصحتك أول شيء، خوفا عليك راح أحرر لك مخالفة، بس عطني السبيار. إن الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية مسؤولية كل فرد في المجتمع، وذلك لحماية نفسه وأسرته ومجتمعه، إذ إن الجهود الفردية تسهم في دعم الجهود الوطنية لخلق مجتمع معافى من هذه الجائحة. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار سادسة، إلى اللقاء.